السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. هنحل مع بعض امتحانات كتاب بيت باي بيت على منهج كونكت فور، منهج الصف الرابع الابتدائي، الترم الثاني 2024. الامتحانات مهمه، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض. بيج 215، صفحه 215، محافظه القاهره، إدارة الزاوية. السؤال الأول: listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. From A B C or D، من الأربع اختيارات نسمع ونختار. Last Friday I went to the park with my family، we had a picnic and the day was amazing، we were very happy، we came back home in the evening. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C و D، من الأربع اختيارات. you need to create a note to log into the school website، محتاج ايه عشان تسجل الدخول على موقع المدرسة؟ طبعا باسورد، محتاج تعمل باسورد رقم سري. playing too much computer games، لعب الكثير من الألعاب الجيمز is هتبقى unhealthy، غير صحي. in hide and seek game، في لعبة الاستغمية. you need to cover، محتاج تغطي. your a your eyes، عيونك. وتعد من واحد لغاية عشرة، وبعد كده هما بيستخبوا، بعد كده بتجري وراهم. you need to look left and right، لازم تبص شمال ويمين قبل ما تعدي الشارع. before you cross the road. السؤال التالت: read and complete the text، اقرأ وأكمل النص. with the words in the box، بالكلمات. delicious، لذيذ. slices، شرائح. bar، يعني قالب. bottles، زجاجات. juice، عصير. my sister، أختي. can make a cake، تستطيع أن تعمل كيكة. last night، الليلة اللي فاتت. she made a nut cake، she made a delicious cake، عملت كيكة لذيذة. my mom، أمي. and I، وأنا. liked it، حبيناها. very much، كثيرا جدا. we had two nut of it، تناولنا two slices. then we had a carton of apple juice، ثم تناولنا علبة عصير تفاح. I wanted، أنا أردت. to have a bar of chocolate، but mom said، ولكن أمي قالت. it would be too much، هيبقى كتير عليك. page 216، صفحة 216. read the text، اقرأ النص. and answer the questions، وأجيب على الأسئلة. many people، كثير من الناس. like using computers، بيحبوا يستخدموا الكمبيوترز. cell phones، والتليفونات. and tablets، to have fun، عشان يتمتعوا. they use social media، بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. to talk to their friends، عشان يكلموا أصدقائهم. and family، والعائلة. they can find information، ممكن يلاقوا معلومات. for their homework، لواجبهم. to أيضا. but social media، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي. has cons، ليها عيوب. people you don't know، الناس اللي ما تعرفهاش. can contact you، ممكن تتصل بيك. people can bully you، ممكن ناس تتنمر عليك. and tag you، وتعمل لك اشاره. in photos، في الصور. when you don't want them to، وانت مش عايز. so we should use social media، لذلك ينبغي ان نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. carefully، بحرص. choose، اختار. the text is about، النص بيتكلم عن ايه؟ هل بيتكلم عن الكتب؟ لا، او المدارس؟ لا، او الطعام؟ يبقى السوشيال ميديا، وسائل التواصل. people use social media، الناس بيستخدموا وسائل التواصل. to talk، عشان يتكلموا. to مع their friends، اصدقائهم. and family، والعائله. answer، اجبه. Who likes using computers، cell phones and tablets؟ مين اللي بيحب يستخدم الكمبيوترات والتليفونات والتابلتس؟ طبعا طبقا للقطعة، هنا بيقول لي في القطعة
many people like using computer cell phones and tablets. يبقى مين؟ هكتب هنا many people، الكثير من الناس. يبقى بنطلع الإجابة من القطعة. What can they find for their homework؟ برضو لو رجعنا كده للقطعة، they can find information for their homework. يبقى أقول they can find their information. يبقى احنا بنطلع الإجابة من القطعة. They can find information for their homework. السؤال الخامس، اقرأ وصح. We catch fish last week. Last week الأسبوع اللي فات، ده مضارع ولا ماضي؟ ماضي. هتبقى we caught. إحنا اصطادنا سمك الأسبوع اللي فات. What subjects؟ إيه المواد؟ Do you study yesterday؟ هتبقى did. إيه اللي درستها إمبارح؟ Look، أنظر. It's not snow now. Now يعني الآن. ده مضارع مستمر. Is will ing. يبقى it is snowing. نقطم ترسلجا الآن. My friends، أصدقائي. At school، في المدرسة. Are very helpful، مفيدين. Are very helpful. السؤال السادس، punctuate، علامات تلقين. Egypt is an exciting country، مصر دولة شيقة. يبقى هنا E capital عشان أسماء الدول وفي أول الجملة. أي اسم دولة كابيتال، وأي حرف في أول الجملة كابيتال، وفي النهاية فول ستوب. السؤال السابع والأخير في الامتحان الأول من امتحانات محافظة القاهرة، شم النسيم. اكتب باراجراف، هكتب العنوان في نص السطر. شم النسيم بين علامات تنصيص. هسيب مسافة أوسط، هنا بارك حديقة، وهنا إيت يأكل. هقول مثلا شم النسيم، شم النسيم is the oldest Egyptian festival، هو أقدم مهرجان مصري. children الأطفال، go to parks، يذهبوا إلى الحدائق. and play، ومثلا بيلعبوا. we إحنا eat، بنأكل. salted fish، سمك مملح. and boiled eggs، وبيض مسلوق. ان ات في فكره بس، احنا عايزين بس 18 كلمه، فناخد الفكره. ممكن نزود افكار تانية، ان العائلات بيروحوا مع اقاربهم للعائله، ان احنا بنتنزه، ان هو بيجي بعد الكوبتك استر. وممكن خلاص كان فكره يفو بالغلط كده. يبقى خلصنا الامتحان الاول. بيج 217، صفحه 217، محافظه الجيزه، إدارة الحوامدية. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. from A B C أو D، من الأربع اختيارات. نسمع ونحط دائرة. the city mouse visited the country mouse in his village. the country mouse gave the city mouse some seeds. then the country mouse visited the city mouse in his city. the country mouse saw smoke from cars. the smoke covered the stars. the country mouse was scared and came back to his village. طبعا ده listening على قصة فار الريف، فار المدينة، وخدناها بالتفصيل. السؤال الثاني، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C أو D، من الأربع اختيارات. عادل درانج، شرب عادل a lot of water، هتبقى a bottle of water، إزازة مية. she is very kind and friendly،
هي طيبه وودوده. وي يوز نقط تو ميك بريد، بنستخدم ايه عشان نعمل عيش تبقى ويت القمح. تيرن نقط ذا لايتس بيفور يو جو تو بيد، يعني اطفي النور قبل ما تنام، يبقى اوف، تيرن اوف، يطفئ. السؤال الثالث قطع ناقصه كلمات. كلر لون او يلون، ايز عيون، بليس مكان، اراوند حول، نوزز نوز يعني انف. انف كاميليونز ار فيري اميزنج، هم مدهشين. زي كان تشينج ذا كلر، ممكن يغيروا اللون، تشينج ذا كلر اوف ذير سكين، جلدهم. زي ار ذا سيم كلر، هم نفس لون، از ذا بليس المكان. وير ذي ار حيث يكونوا، ذي هاف اميزنج ايز، عندهم عيون مدهشه. and they can see all around، وممكن يشوفوا حولهم كل حاجة حولهم. السؤال الرابع قطعة عليها أسئلة. read the text يعني اقرأ النص and answer the questions، وأجب على الأسئلة. the Nile نهر النيل is the longest river، هو أطول نهر in the world في العالم. it is very important for Egypt، مهم لمصر. we get water from the Nile to drink، بنحصل على الماء من النيل لكي نشرب. farmers use the water، بيستخدم الفلاحون المياه of the Nile، مية نهر النيل، to grow crops، عشان يزرعوا المحاصيل. the Nile has two branches in Egypt، النيل ليه فرعين في مصر. there are many animals، في الكثير من الحيوانات، birds طيور and reptiles والزواحف. living in the Nile، بتعيش في النيل. the Nile crocodile تمساح النيل، is one of واحد من the planet's largest reptiles، واحد من أكبر الزواحف على الكوكب. page 218، صفحة 218. choose اختار. this text، هذا النص، is about the Nile، وعن نهر النيل. not use the water of the Nile to grow crops، مين اللي بيستخدم مياه النيل لكي يروي المحاصيل؟ farmers، الفلاحون. how many branches، كم عدد فروع، does the Nile have in Egypt، فروع نهر النيل في مصر؟ تبقى two branches، فرعين لبول رشيد ودمياط. where does the Nile crocodile live، اين يعيش تمساح النيل؟ in the Nile، في نهر النيل. السؤال الخامس صحح. you mustn't wear a seat belt، طبعا لا، you must يعني يجب ان ترتدي حزام امان. we can has، طبعا كان بيجي وراها الفعل في المصدر، we can have مصدر has have، we can have many plants in our balcony، ممكن يكون عندنا الكثير من النباتات في بلكونتنا. who coming to school by bus، طبعا ما ينفعش اقول who coming، عايز اقول من ياتي الى المدرسه بالاتوبيس، يبقى هو come to school. طبعا والاجابه هنا مفتوحه، هنا مش محدد الفعل، فلو هجاوب بالفعل جمع مثلا علي واحمد يبقى قام عادي. طب لو هنا الفعل مفرد كنا حطينا comes، طب انا بتكلم عن ماضي، مين اللي جه المدرسه بالاتوبيس؟ هتبقى هو came، فنخليها came افضل، يبقى ايه الاجابه تمشي مع كله. من جاء الى المدرسه بالاتوبيس، فخليناها في الماضي، فقول علي came to school by bus مثلا yesterday. let's be وراها المصدر، يبقى let's go. let's go to the train station، يلا نذهب الى محطه القطار. السؤال السادس بانكتويت، علامات ترقيم. I want to eat a piece of cheese، عايز اكل قطعه جبنه، هنا الاي كابيتال، ودي جملة. طبعا الاي في اي مكان في الجملة كابيتال، وفي اول الجملة، اي حرف في اول الجملة كابيتال، لكن الاي لو جت في الاول او في النص او في الاخر هي على طول كابيتال، في النهاية فول ستوب، جملة بادئة بضمير. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة عن هايد اند سيك جيم، العنوان في نص السطر. هايد اند سيك جيم، لعبة الاستغمية، العنوان من علامات التنصيص. هنا جايب لي حاجات بتساعدني. What do we need to play؟ محتاجين ايه عشان نلعب؟ All we need is a wide place to play، كل اللي بنحتاجينه مكان واسع عشان نلعب مثلا الاستغمية، هسيب مسافة، يبقى all
we need, كل اللي بنحتاجه is a wide place, مكان واسع to play, عشان نلعب. نكمل بقى hide and seek, الاستغماية. How to play, ازاي تلعب. All the players hide, كل اللاعبين بيستخبوا. And the seeker tries to find them, وبيحاول البحث يجدهم. يبقى all, هنا مسهل لي خالص ويجيب لي جمل كاملة كإجابات للأسئلة. All the players hide, كل اللاعبون بيستخبوا. And the seeker tries, بيحاول. To find them, أن يجدهم. It's an exciting game, لعبة شيقة. It's an exciting game, page 219, صفحة 219, محافظة الأليوبية, إدارة طوخ. السؤال الأول, listen and circle, استمع وضع دائرة. The correct answer, حاول الإجابة الصحيحة. From A, B, C, or D, من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. The Nile is the longest river in the world. The Nile has two branches in Egypt. It is home for different kinds of fish, birds and turtles. The Nile crocodile lives in the Nile. يبقى السؤال الأول بسمع وأحط دائرة. السؤال الثاني هو اختيارات على كلمات المنهج. Choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. We get water, بنحصل على الماء. From the نقط, to drink and grow crops, عشان نشرب ونزرع المحاصيل. يبقى from the river, من النهر. Grandpa يعني الجد, نقط, the box of memories, يبقى الجد دفن صندوق الذكريات. يبقى بلد دفن. I hurt my leg, رجلي اتصابت. It's very painful, يعني هو مؤلم. I send a note to my friend every week, انا ببعت رسالة لصديقي كل اسبوع. يبقى message, رسالة. message هنا بمعنى رسالة. السؤال التالت, قطع ناقصة كلمة. seat يعني مقعد, lift غادر, safe امن, light ضوء, red احمر. when you ride your bike, لما تركب دراجتك. you need a helmet, محتاج خوذة. you also need a note belt, اول ما نلاقي belt يبقى seat belt, محتاج حزام امان. in your car, في سيارتك. you need a green, you need a green light, محتاج ضوء لونه اخضر. you need a green light. To cross the road, لكي تعبر الطريق. You need to look left and right, محتاج تبص يسار ويمين. We should be safe on roads, ينبغي أن نكون بأمان على الطرق. السؤال الرابع, قطع عليها أسئلة. نقرأ قطع ونترجمها ونحل إيه الأسئلة. Read the text, يعني اقرأ النص. And answer the questions, وأجب على الأسئلة. Last week, الأسبوع اللي فات. Last week, it was my brother's birthday, كان عيد ميلاد أخي. All my family came to celebrate, كل عيلتي جت تحتفل. All my cousins, aunts and uncles came, كل ولاد عماتي وعمامي وعماتي جم. There was lots of food, كان فيه الكثير من الطعام. سلطة, سلطة, ميت لحمة, فش سمك, بريد عيش, cakes, cookies and fruit. I played with my cousins, لعبت مع أولاد عمي. We sang and ate, غنينا وأكلنا. We gave him presents, أعطناه هدايا. It was a special day, كان يوم مميز. We were very happy, كنا سعداء جدا. Page 220, صفحة 220. Last week, الأسبوع اللي فات, it was my brother's birthday, عيد ميلاد أخي.
It was a special day. كان يوم مميز. Who did the writer play with? الكاتب بيلعب مع مين؟ His cousins. Why did all the family came? ليه كل العيلة جت؟ To celebrate. لكي تحتفل. السؤال الخامس صحح. When we ate we played in the park. هنا بي اللي هو verb to be. في الماضي was a where. هنا played لعب او لعب ده ماضي. طب مع وي احط where. يبقى verb to be في الماضي was a where. Was للمفرد where للجمع. فاختار where. I want a lot of cola. عايز ازازة كولا. ما اقولش بار اقول a bottle of cola. شم النسيم is the oldest. هو مقارنة بين واحد ومجموعة. قبل الصفة س بعد الصفة است. هو أقدم مهرجان في مصر. We need to celebrate. محتاجين نحتفل. Our mom's birthday. عيد ميلاد أمنا. السؤال السادس بانكتويت علامات ترقيم. I like fish and rice. بحب السمك والرز. هنا الـ I capital. I like fish and rice. في النهاية فول ستوب عشان دي جملة. السؤال السابع اكتب باراجراف على ذا بيتش الشاطئ. العنوان في نص السطر. عايز 18 كلمة. موضوع سهل جدا. العنوان بالعلامات تنصيص. يقول لي when did you go to the beach. هجاوب متى ذهبت الى الشاطئ. هقول I went. انا ذهبت to the beach الى الشاطئ last week الاسبوع اللي فات. I went there. ذهبت الى هناك with my family. مع عائلتي. We went there. ذهبنا الى هناك باي باص بالاوتوبيس مثلا. What did you do there. عملت هناك. We swam. عمنا. And played. ولعبنا hide and seek. استغمية. We enjoyed a lot. تمتعنا كثيرا. بيج 221 صفحة 221 محافظة المنوفية إدارة السادات. السؤال الأول listen استمع. نسمع ونختار. The Nile brings life to the whole of Egypt. Both the Amazon and the Nile are very long. The Nile is 6,670 kilometers long. Maybe it's like traveling to the center of the earth. The Nile is near the Cairo Tower. ده السؤال الأول listening استماع. أسمع وأحط دايرة حوالين الإجابة اللي أنا سمعتها. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. If you are not not on the road you will be in danger. If you are not careful. لو أنت ليس حريص على الطريق هتبقى في خطر. I go to school. أنا بذهب إلى المدرسة. نقط فوت. It's near my house. يبقى on foot. بذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام. هي جنب بيتي. She not tired last night. عايز أقول هي تعبت أو شعرت بالتعب. يبقى she felt. feel يشعر felt شعرة. In musical chairs. في لعبة الكراسي الموسيقية. The players اللاعبون without the chair. بدون الكرسي is out. هما في الخارج خلاص خسروا اللعبة. مالهمش مكان. السؤال التالت قطع ناقصة كلمات. need يحتاج. green أخضر. must يجب أن. before قبل. ride يعني يركب. it's important من المهم. to be safe أن تكون بأمان. on the road على الطريق. you not a helmet يبقى on your bike. يبقى you need a helmet. أنت محتاج خوذة في دراجتك أكيد. You need a not light.
You need a green light. محتاجين ضوء أخضر. To cross the road. عشان تعدي الشارع. You need to look left and right. محتاج تبص شمال ويمين. Before. قبل. Cross the road. قبل ما تعدي الشارع. You not follow. You must follow. يجب أن تتبع. Road signs. يعني لافتات الطريقة. Page 222. صفحة 222. Read the text. يعني اقرأ النص. And answer the questions. وأجب على الأسئلة. Many people. كثير من الناس. Say that بيقولوا. Computer games. ألعاب الكمبيوتر. Are bad for children. هي سيئة للأطفال. Children spend many hours. بيقضي الأطفال ساعات. On their computers. على الكمبيوترات بتاعتهم. And tablets. They look at the screen. بينظروا للشاشة. And they don't go outside. ومش بيخرجوا. Or do their homework. أو حتى يعملوا واجبهم. Parents say this is not healthy. الأباء بيقولون ده مش صحي. For their children لأطفالهم. But ولكن. On the other hand. من ناحية أخرى. There are some reasons. في بعض الأسباب. Why computer games. ليه ألعاب الكمبيوتر. Are good for children. هي جيدة للأطفال. In some games. في بعض الألعاب. Children need to solve problems. الأطفال بيحتاجوا يحلوا المشكلات. Some computer games need teams. بعض ألعاب الكمبيوتر بتحتاج فرق. So children ولذلك الأطفال. Make friends. بيكونوا صداقات. And play with their family. ويلعبوا مع عائلتهم. Choose اختار. The word نقط in the text means your father and mother. الكلمة اللي في النص اللي معناها والدك ووالدتك. يبقى parents الوالدين. Computer games ألعاب الكمبيوتر. Are sometimes good. أحيان بتبقى جيدة. Answer أجب. Summarize the first paragraph in one sentence. لخص الفقرة الأولى في جملة واحدة. احنا الفقرة الأولى اتكلمنا ان في ناس بيقولوا ان الألعاب سيئة. يبقى some computer games are bad. How can children make friends in computer games? ازاي الاطفال بتكون صداقات في العاب الكمبيوتر. هقول when they need teams. لما هما بيحتاجوا فرق. to play عشان يلعبوا some computer games. بعض ألعاب إيه؟ الكمبيوتر. محتاجين فرق عشان يلعبوا بعض ألعاب إيه؟ الكمبيوتر. السؤال الخامس. Read and write. Read and write. اقرأ واكتب. The correct form. الصيغة الصحيحة للكلمات. Mom takes the bus to school every day. Every day كل يوم ده مضارع بسيط. هتبقى takes. مع هي وشو إت أو أي اسم مفرد في المضارع البسيط بحط الفعل اسم. Doesn't burn rice through. هتبقى don't. الأمر المنفي بقول don't والمصدر. Don't burn. ما تحرقش. Rice through. أش رلوس. We should to cycle to school. أقوله we should cycle. ينبغي أن نركب الدراجة للمدرسة. My friends and I. أصدقائي وأنا. Be in the park yesterday. Yesterday دي امبارح. وده ماضي بسيط. Verb to be في الماضي was aware. طب أصدقائي وأنا. دول جمع تبقى وير. كنا في الحديقة امبارح. بنك تويت علامات ترقيم. We love our country Egypt. هنا الدبليو كابيتال خلاص. في بداية الجملة حرف الأول كابيتال. بنحب دولتنا مصر. هنا كوما خلاص. هنا Egypt لازم الإي تبقى كابيتال. أسماء الدول. في النهاية فلوس تبقى. في النهاية نقطة. السؤال السابع. اكتب باراجراف من 18 كلمة. عن a trip to the sea. A trip to the sea. رحلة إلى البحر. الإسكندرية يعني الإسكندرية. Had fun. تمتعنا. ممكن أقول I went to الإسكندرية
last summer، روحت اسكندرية الصيف اللي فات. I went there، ذهبت إلى هناك. With my family، مع عائلتي. We swam in the sea، عمنا في البحر. We ate، أكلنا. Fish and rice، سمك ورز. We had fun، تمتعنا. Page 223، صفحة 223، محافظة الشرقية، إدارة أبو حماد. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. From A B C و D، من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. عمر is a polite boy، he's 6 years old. On his first day at school، عمر was nervous، he didn't want to go to school، he wanted to stay at home and play with his toys. يبقى السؤال الأول نص استماع، بسمع واختار. السؤال الثاني، اختياري على كلمات المنهج. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. From A B C و D، من الأربع اختيارات. He usually has a big knot on his face، هو عادة عنده إيه؟ A big smile، ابتسامة عريضة على وجهه. I sent a note to my friend to help me، I sent a message، أنا بعت رسالة لصديقي عشان أساعده. They often، هما غالبا. Travel نقاط كار، بيسافروا. By car، بالسيارة. By car. Our Egyptian food، طعامنا المصري. Is wonderful، يعني رائع. السؤال التالت، read and complete the text، اقرأ وأكمل النص. With the words in the books، بالكلمات. Bus، أتوبيس. Wake، يستيقظ. Teach، يعلم. Friends، أصدقاء. Fun، متعة. I go to school every day، أنا بذهب إلى المدرسة كل يوم. I هتبقى wake up early، أنا بصحى باكرا. I go by bus، بذهب بالأوتوبيس. I meet، أنا بقابل. My friends، أصدقائي. And we play and study، بنلعب وندرس. Our teachers، مدرسينا. Are kind، طيبين. They teach us، بيعلمونا. All subjects، كل المواد. Page 224، صفحة 224. Read the text، اقرأ النص. And answer the questions، وأجب على أسئلة. قطع عليها أسئلة. Last summer، الصيف اللي فات. I went with my family، ذهبت مع عائلتي. To دمياط، لمحافظة دمياط. To see my uncle، لكي أرى عمي. And aunt، وعمتي. They live there by the sea، بيعيشوا هناك بجوار البحر. Then we went to the beach، ثم ذهبنا إلى الشاطئ. And swam in the sea، وعمنا في البحر. My uncle، عمي. Caught a fish، اصطاد سمكة. My aunt cooked the fish، وماي أنت عملت السمك أو طبخت السمك. We ate the meal، أكلنا الوجبة. And had a healthy dessert، وتناولنا وجبة صحية. We felt happy، شعرنا أن احنا سعداء. We will go again، سوف نذهب مرة أخرى. Soon، early July، قريبا في أول يوليو. Choose، اختار. We went to دمياط، إن ذهبنا إلى دمياط. In summer، في الصيف اللي فات. We ate the meal، and أكلنا الوجبة. And had a healthy dessert، وتناولنا حلوة صحية. طبعا dessert صحراء ما تنفعش، هي double S، جوس عصير، كاروت جزر. لا. What did uncle catch، هو اصطاد ايه؟ هقول he caught a fish. Where do aunt and uncle live، أين بيعيشوا؟
أين بيعيشوا؟ هقول طبعا هم بيعيشوا في دمياط، عشان هو قال لي الصيف اللي فات ذهبت مع عائلتي إلى دمياط. يبقى إن دم ياتا باي زسي. في دمياط بجوار ايه؟ بجوار البحر. السؤال الخامس، read and write the correct form، اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة of the words between bags، للكلمات بين الاقواس. I have a lot of homework yesterday، مع yesterday ما اقولش have، اقول had عشان دي ماضي. Are you make a presentation about chameleons؟ هنا are ده زمن مضارع مستمر، ار والفعل في اي ان جي، اشيل الاي واحط اي ان جي. Don't telling anyone about your password، هقول له don't tell، لا تخبر اي احد عن رقمك السري. Don't be your المصدر. في ريال عبد العزيز is a karate player، هي لاعبة كاراتيه. السؤال السادس، بنك تويت، بنك تويت علامات ترقيم. هاني is feeling very bad، هنا هاني الاتش كابيتال في اول الجمله، حرف الاول كابيتال، واسماء الاشخاص طبعا. طب دي جمله تبقى فول ستوب. السؤال السابع، اكتب باراجراف من 18 كلمه على ميوزيكال تشيرز، الكراسي الموسيقيه. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هسيب مسافة أو سطر. هنا بيقول لي how do you play musical chairs، كيف تلعب الكراسي الموسيقية. how many chairs and players do you need، كم عدد الكراسي واللاعبين اللي بتحتاجها. هبدأ أجاوب على السؤالين وأتكلم عن اللعبة. نسيب مسافة أول السطر، ممكن أقول مثلا players، اللاعبون، run بيجروا، around the chairs حول الكراسي. يبقى كده بنجاوب ازاي بنلعب اللعبة. when the music stops، لما تتوقف الموسيقى. everyone، كل واحد، sits down، بيقعد. the player، اللاعب. without the chair، بدون الكرسي، بيبقى خسران، is out. طب كم عدد الكراسي واللاعبين؟ مثلا if you have، لو عندك 6 players، ست لاعبين، you only need 5 chairs، محتاج 5 كراسي، وهكذا. يعني عدد اللاعبين اكتر من الكراسي الكرسي كده. يبقى خلصنا الامتحان الخامس، محافظة الدقهلية، بيج 225، صفحة 225. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حول الإجابة الصحيحة. from A B C و D، من الأربع اختيارات، نسمع ونختار. spring is my favorite season، شم النسيم is in spring. the Egyptians celebrate شم النسيم. people go outside in open air، in open air. and have picnics، people eat colored eggs and salted fish. ده السؤال الأول، نص استماع، بسمع واختار. السؤال الثاني هو اختياري على كلمات المنهج، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C or D، Heba's dress is not فستان هبة إيه؟ we all love it، يبقى beautiful، جميل، كلنا بنحبه. not a small present and cover it،
يبقى هنا بيقول قراب لف هدية صغيرة وغطية وبليد هايد اند اكيد سك لعبنا الاستغماية يسترداي امبارح اي لوكد انتو انا سجلت الدخول ذيس لايبراري ويب سايت على موقع المكتبة. السؤال التالت قطع ناقصة كلمات ريد اند كومبليت ذا تكست اقرا واكمل النص with the words in the books بالكلمات اللي في الصندوق. More than أكثر من half of Egyptians نص المصريين are under the age of 30 تحت عمر الثلاثين. Egyptians are full of energy مليانين بالطاقة. They are helpful هم مفيدين to each other. They are very friendly هم ودودين to visitors للزوار and guests والضيوف. They are very hospitable people هم كرماء أو مضيافين and they are wonderful to هم رائعين أيضا. Page 226 صفحة 226 read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. نوها met her neighbor قابلت نوها جارها أو جارتها دينا at the restaurant في المطعم. دينا was very sad دينا زعلانة جدا because her children لأن أطفالها like playing computer games بيحبوا يلعبوا ألعاب كمبيوتر. they don't do their homework مش بيعملوا واجبهم or go outside أو حتى بيخرجوا. they are unhealthy هم غير صحيين. نوها and دينا decided to قررت نوها ودينا take their children ياخدوا أطفالهم to the park إلى الحديقة and play outside ويلعبوا في الخارج. choose اختار the problem in the text is المشكلة اللي في النص إيه هتبقى playing computer games لعب الألعاب الكمبيوتر. نوها is Dina's neighbor جار الدينا. answer أجب where did the two neighbors meet أين تقابل الجارتين at the restaurant في المطعم اتقابلوا في المطعم at the restaurant. what shouldn't children do to be healthy ما الذي لا ينبغي أن يفعله الأطفال لكي يكونوا أصحاء طبعا ما يلعبوش كمبيوتر جيمز كتير يبقى they shouldn't play computer games. السؤال الخامس صحح read and write the correct form اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة of the words الكلمات between brackets we love to be grandmother to give نحب أن نعطي presents هدايا in parties في الحفلات. I go to school أنا بذهب إلى المدرسة by foot on foot سيرا على الأقدام. can you be grandmother can you come ممكن تيجي to my house لمنزلي. I am going to be your mother to write أنا هكتب an invitation دعوة. السؤال السادس بانكتويت على ما الترقيم it doesn't rain in summer هنا الاي لازم تبقى كابيتال في بداية الجملة هنا في ابوستروفي doesn't ودي نقطة موجودة خلاص. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة على safety rules safety roads طرق آمنة نكتب العنوان في نص السطر safety roads العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص نسيب مسافة أول سطر هنا بنقول مثلا we should ينبغي علينا be careful أن نكون حذرين on roads على الطرق
we should ينبغي علينا wear هنا قال لي هلمت خوذة wear helmets نلبس خوذ when we ride when we ride our bikes لما نركب دراجتنا we should cross the road ينبغي أن نعبر الطريق وين عندما the traffic light is green لما تبقى الإشارة خضراء وهكذا بعض التعليمات اللي بطبقها عشان نبقى بأمان على الطرق محافظة البحيرة بيج 227 صفحة 227 السؤال الأول listening استماع نسمع ونحل My name is Yusuf I am 25 years old I am a teacher My favorite transportation is the train The train is safe and cheap It moves on rail I love traveling by train السؤال الثاني choose ده اختياري ولكن على كلمات المنهج I like my neighbor سامي بحب جاري سامي He's very friendly أكيد هو ودود I played not with my cousins I played games لعبت ألعاب مع أولاد عمي I use the not to make calls بستخدم إيه عشان أعمل مكالمات بستخدم سيلفون التليفون Did you not your homework هل عملت واجبك يبقى Did you do your homework السؤال الثالث Read and complete اقرأ وأكمل The text النص With the words in the box بالكلمات When I am online عندما أكون على الإنترنت I am very careful بكون حريص I should keep my not information secret my personal information لازم أخلي معلوماتي الشخصية سر طبعا personal I can play games ممكن ألعب ألعاب I can find information ممكن ألاقي معلومات for my homework لواجبي I should turn my phone off لازم أطفي التليفون at night ليلا at night ليلا page 228 صفحة 228 read the text اقرأ النص and answer the questions وأجيب على الأسئلة The internet is an important part of our life today. النت جزء مهم في حياتنا اليوم. We can use the internet to do the shopping. ممكن نستخدم النت عشان نعمل تسوق. Play games نلعب ألعاب. And learn things ونتعلم أشياء. The internet helps us. النت بيساعدنا. Do homework نعمل الواجب. If we want to do research لو عايزين نعمل بحث. We can look at a lot of websites. نستطيع أن ننظر إلى الكثير من المواقع and find information ونجد معلومات You can find some nice pictures ممكن نلاقي بعض الصور الجميلة تو أيضا However ومع ذلك Many people can use the internet for many hours every day ممكن كثير من الناس يستخدموا النت للعديد من الساعات كل يوم When you use the internet too much لما بنستخدم النت كثيرا جدا This may not be healthy ده مش بيبقى صحي You don't get much exercise مش بتحصل على تمارين كفاية And you may get a lot of weight وممكن وزنك يزيد Choose اختار When we use the internet لما بنستخدم النت We can't get much exercise مش بنعمل تمارين كفاية We use the internet to do the أكيد shopping نستخدم النت عشان نعمل تسوق Why is using the internet many hours unhealthy ليه استخدام النت الكثير من الساعات هو غير صحي طبعا لو رجعنا كده هنا بيقول لي لما نستخدم النت كتير ده غير صحي ليه عشان you
don't get much exercise and you may get a lot of weight. يبقى دي نمبر 3، وزنك بيزيد ومش بتعمل تمارين كفايه. What can we use the internet for؟ ممكن نستخدم النت لايه؟ تعال نرجع كده السطر الاول اهي. ممكن نستخدمه عشان نعمل شوبينج، بلاي جيمز اند ليرن ثينجز، وكمان بيساعدنا ان احنا نعمل الواجب. كل ده يبقى نمبر 4. عشان المكان بنخطط، لكن انتوا طبعا اكتبوا الاجابه. السؤال الخامس، read and write the correct form. اقرا واكتب الصيغه الصحيحه of the words للكلمات between breaths اللي بين الاقواس. What are your favorite celebration؟ هنا الاحتفال المفرد، يبقى what is. ما هو احتفالك المفضل؟ The day اليوم was هتبقى too long، طويل جدا. Too long. Why did Nabil؟ did والفاعل والمصدر، won't. يبقى انا ايزي عشان دي مفرد، هنا تو بمعنى جدا جدا قبل الصفه، ديد والفاعل والمصدر. ماي فريند هيرت هيز ليج، صديقي جرح ساقه. اند وي كولد، هنا الماضي، واتصلنا فور ان امبولانس بسياره الاسعاف. السؤال السادس، بنكت ويت علامات ترقيم، ديد يو هاف ا هيلثي ديزرت، هنا الدي لازم تبقى كابيتال، وده سؤال يبقى علامه استفهام. سؤال يبقى علامة استفهام. السؤال السابع، اكتب باراجراف من 18 كلمة عن an invitation to a party، دعوة إلى حفلة. an invitation to a party. I sent، انا ارسلت. an invitation، دعوة. to all، الى كل. my friends، كل اصدقائي. it is my birthday party، هو حفل عيد ميلادي. The party، الحفلة، is بتكون، in the park، في الحديقة. It is today، هي اليوم. My mom، أمي، makes، بتعمل، delicious كيكس، كيكس لذيذ، وهكذا. دي الفكره، هو بعت دعوه لكل اصدقائه، والحفله فين؟ في الحديقه. امتى؟ النهارده. الام بتعمل ايه؟ ممكن ازود، لكن كده تمام 18 كلمه. الامتحان الثامن، محافظه كفر الشيخ، بيج 229، صفحه 229. listen and circle، استمع وضع دائره. the correct answer، حاول الاجابه الصحيحه. from a b c او d، من الاربع اختيارات، نسمع ونختار. My name is Ahmed. I remember my first day at school. My older brother drove me to school. I was nervous. I was nervous. I wore gray pants and black shoes. My teacher was kind. He asked me to sit next to a boy called Marwan. ده بالنسبة للسؤال الأول. يبقى أحمد وأخوه راحوا المدرسة بالعربية، جبناها منين يا مستر؟ عشان في نص الاستماع قال أخويا دروف مي، دروف مي يعني وصلني بالسيارة. هنا أحمد كان نيرفس متوتر. أحمد لبس بنطلون رمادي وحذاء أسود. أحمد جلس بجوار ولد اسمه إيه؟ مروان. السؤال التاني، تشوز، اختياري على كلمات المنهج. تشوز ذا كوريكت أنسر، اختاري الإجابة الصحيحة. فروم إيه بي سي أو دي، من الأربع اختيارات. We should be proud، ينبغي أن نكون فخورين. Of our country، بدولتنا. In what we need a wide place، محتاجين مكان واسع فين؟ محتاجين مكان واسع في hide and seek، في الاستغماية. Music chairs، كراسي موسيقية، ممكن أوضة.
بازا بارسل ممكن اوضه كمبيوتر جيمز عادي، لكن الاستغمايه واحد بيجري ولا مجموعه من الولاد والبنات بيستخبوا، فمحتاجين مكان كبير. ان سوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي وي كان نوت يوسفول انفورميشن وي كان ليرن، ممكن نتعلم معلومات مفيده. ذا نايل هاز تو برانشز، النيل ليه فرعين، ان ايجيبت في دوله مصر. السؤال الثالث، اقرا واكمل القطعه. وي نيد تو بي سيف اونلاين، نحتاج ان نكون بامان على الانترنت. ذير ار ثينجز، في اشياء اي شود دو، ينبغي ان اقوم بها. تو فيل سيف، لكي اشعر اني بامان. اي شود بي فيري كيرفول، ينبغي ان اكون حريص. اي كان اونلي توك تو فريندز اي نو اند ماي فاميلي، ممكن اكلم الاصدقاء اللي بعرفهم فقط والعائله. اي شود كيب ماي بيرسونال انفورميشن، لازم احافظ على معلوماتي الشخصيه. سيكريت سير، اي كان بلاي جيمز، ممكن العب العاب. اي كان فايند انفورميشن، ممكن الاقي معلومات. فور ماي هوم ورك، لواجبي. اي شودنت تيل ماي باسورد، لا ينبغي ان اخبر رقم السري. تو اني وان، لاي واحد. بيج 230، صفحة 230. read the text، اقرا النص. and answer the questions، واجب على الاسئله. قطع عليها اسئله. last week، الاسبوع اللي فات. منى and her friends، منى واصدقائها. went on a school trip، راحوا في رحله مدرسيه. to Cairo، الى القاهره. and Giza، والجيزه by bus، بالاوتوبيس. in the early morning، في الصباح الباكر. her father took her، ابوها خدها. to school، للمدرسه. where she caught the bus، حيث ركبت الاوتوبيس. she reached Cairo at 9 o'clock، وصلت القاهره الساعه كام؟ الساعه 9. first they visited، هم زاروا the museum، المتحف. and they enjoyed seeing many statues، وتمتعوا برؤيه الكثير من التماثيل. then they visited the zoo، ثم زاروا حديقه الحيوان. in Giza، في الجيزه. and saw different animals، وشافوا حيوانات مختلفة. they had lunch، اتغدوا. زير هناك. and took many pictures، والتقطوا الكثير من الصور. finally، في النهاية. they went to the pyramids، ذهبوا إلى الأهرامات. they came back at 10 o'clock، رجعوا الساعة 10. they were happy، كانوا سعداء. choose، اختار. they went to Cairo and Giza، راحوا القاهرة والجيزة بإيه؟ أكيد راحوا باي باص، بالأوتوبيس. they had lunch at the، اتغدوا فين؟ لو رجعنا هنا، هنا بيقول لي اول حاجه هم زاروا حديقه الحيوان في الجيزه وشافوا حيوانات مختلفه، هم اتغدوا هناك، يبقى هناك دي عايده على ايه؟ على حديقه الحيوان اللي موجوده في الجيزه. يبقى they had lunch at the zoo، اتغدوا في حديقه الحيوان. what was the last place they visited، ايه اخر مكان زاروه؟ اخر مكان زاروه the pyramids، الاهرامات. What did they see in the museum؟ شافوا ايه في المتحف؟ they saw، رأوا. many statues، تماثيل عديدة. السؤال الخامس، صحح. do you catch the train to school yesterday؟ yesterday يعني امبارح، مع امبارح احط did مش دو. هل ركبت القطر امبارح او هل لحقت تركب القطر امبارح؟ it's time to be your mother to help، حان وقت مساعدة each other. هاني بلايز ويز، هاني بيلعب مع، هنا هاني تبقى هيز تويز، مع ألعابه. ويتد فور، لا ويت فور فعل الأمر يأتي في أول الجملة بدون إضافات، استنى الإشارات الخضراء قبل ما تعدي الشارع. السؤال السادس، بنكتويت علامات ترقيم. Egypt is my beautiful home، هنا الإي كابيتال، في Egypt لازم الإي كابيتال، ودي جملة، يبقى في النهاية فول ستوب. عرفنا إزاي إن هي جملة؟ عشان بادئة باسم دولة، بمصر. السؤال الأخير، The Park، العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. The Park، الحديقة. أسيب مسافة، هنا بقول لي Who did you go with، روحت مع مين؟ What did you do at the park، عملت إيه في الحديقة؟ هقول I went، أنا ذهبت. To the park، إلى الحديقة. With my family،
مع عائلتي. We went there. ذهبنا إلى هناك by bus. بالأوتوبيس. We played. لعبنا. Hide and seek. استغماية. We had lunch. اتغدينا. And and drunk. وشربنا orange juice. عصير برتقال. We were happy. كنا سعداء. Page 231. صفحة 231. محافظة الإسماعيلية. السؤال الأول. Listen and circle. استمع وضع دائرة. The correct answer. حول الإجابة الصحيحة. From A, B, C, O, D. من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. Yesterday I had some homework. About chameleons. I looked into this library website and I created a password to get information. Our teacher loved our presentation. السؤال الثاني. اختار. Choose the correct answer from A, B, C, or D. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات على كلمات المنهج. I played not with my cousins. لعبت إيه؟ تبقى games. Games يعني ألعاب. لعبت ألعاب مع أولاد عمي. We must not read science to be safe. ينبغي أو يجب أن نتبع لافتات الطريق لكي نكون بأمان. يبقى follow. My dad, أبي, gave me a note on my birthday. أعطاني إيه في عيد ميلادي؟ present هدية. not are delicious cookies. ايه delicious cookies؟ الكحك طبعا. السؤال التالت. قطع ناقصة كلمات. car سيارة train قطار plane طائرة interesting شيق بوت قارب. people like to travel. يحب الناس ان يسافروا. some people بعض الناس travel by not they go by air. مدام جوا يبقى by plane بالطائرة. باي بلين. سام ترافل باي نوت اور باس. يبقى بعض الناس بيسافروا بايه او الاوتوبيس يجو اون ذا رود على الطريق يبقى باي كار بالسياره او الاوتوبيس على الطريق. وين اي ترافل تو لوكسور لما اسافر للاقصر اي جو باي نوت. باي نوت ات جوز اون ريل على سكه حديد يبقى باي ترين بالقطر. ما دام على سكه حديد يبقى جوا باي بلين على الطريق باي كار اور باص سكه حديد يبقى باي ترين. ترافلنج از فيري انترستنج. خدنا كار وادي انترستنج. السفر شيق. بيج 232 صفحه 232. ريد ذا تكست. اقرا النص اند انسر ذا كويستشنز واجب على الاسئله. لاست ويك الاسبوع اللي فات We went to دمياط to see grandma and grandpa. ذهبنا إلى مدينة دمياط أو محافظة دمياط لكي نرى جدتنا وجدنا. Who live by the sea. اللي بيعيشوا بجوار البحر. We swam in the sea. عمنا في البحر. Which was deep and blue. اللي كان عميق ولونه أزرق. We saw lots of fish. رأينا الكثير من السمك. Grandpa caught a fish. جدي اصطاد سمكة. Which grandma made into a lovely dish. وأمي حولتها لطبق جميل. Lovely هنا بمعنى حلو أو جميل أو لذيذ يعني. We eat and have a healthy dessert. أكلنا وتناولنا وجبة صحية. Bananas, موز, apples, تفاح. And the frozen yogurt. وزبادي مثلج. We saw some old foods. رأينا بعض الصور القديمة. And sang a song. وغنينا أغنية. It was a day to remember. كان يوم للذكرى. Choose اختار. We went to دمياط to see our. ذهبنا إلى دمياط عشان نشوف إيه. Our grandparents. Grandparents يعني grandma and grandpa. الجدة والجدة. The underlined word lovely means. Lovely معناها إيه. Delicious. لذيذ. Answer أجب. What did they have for
ذا ديزرت، يعني كلوا ايه على الحلوى. هقول ايه؟ بانانز ابلز اند ذا فروزن يوجرت. موس، الحاجه الحلوه اللي كلوها بانانز ابلز اند ذا فروزن يوجرت. What did grandpa catch؟ ماذا الجد اصطاد؟ هقول he caught، هو اصطاد a fish، سمكة. السؤال الخامس صح. grandpa and grandma lives by the sea. طبعا لو دي في المضارع هتبقى live مش lives. ليه يا مستر live؟ عشان دول يا جماعة لو ماضي كنت احط ليفت، هنا مش محدد فهنخليها مضارع. طب الاس بحطها امتى؟ مع هي وشي وات او اي اسم مفرد، لكن الجد والجده ده اسم جمع. يو نيد تو وير، نيد تو بيجوها المصدر، محتاج تلبس هيلمت خوذه اون يور بايك. اير بوليوشن از، هتبقى دينجرس، دينجر خطر، انا عايز صفه يبقى دينجرس خطير، حطيتها المقطع او يو اس عشان احولها لصفه. تلوث الهواء خطير فور اس، لينا. بي كير، لا بي كيرفول، خليك حريص، برضو عايز صفه. هنا مقطع فول عشان احولها لصفه، خليك حريص اون ذا رود، على الطريق. السؤال السابع بانكتويت، علامات ترقيم. داليا از ا هيلبفول جير، هنا دي كابيتال اسم شخص وبدايه الجمله كده كده، طب في نهاية الجملة فلو ستوب، فلو ستوب نقطة عشان بدأ باسم. السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 18 كلمة على my first day at school. هكتب العنوان في نص السطر، my first day at school. هسيب مسافة في أول سطر، هنا نيرفس متوتر، نيو فريندز اصدقاء جديده، حول اي ووز نيرفس، انا كنت متوتر ات ماي فيرست داي اوف سكول. في اول يوم ليا مثلا اوف سكول او ات سكول في المدرسه. I wanted to play. أردت أن ألعب. With my toys. مع ألعابي. I wanted to play with my toys. I didn't. لم أريد. I didn't want to go to school. كنتش عايز أروح المدرسة. I put on، ابدا اشرب، لبست ايه مثلا؟ a blue t-shirt. gray pants، بنطلون رمادي، and black shoes، وجزمه لونها اسود. but، ولكن طبعا هو كبير شويه بتاخد منه بعض الافكار. ذا تيتشر، المدرس، ووز كايند، كان طيب. اي ميت، انا كونت نيو فريندز، صداقات جديده، وهكذا. دي الفكره، العنوان في نص سطر، اسيب مسافه او سطر، حرف الاول كابيتال وفي نهايه كل جمله فول ستوب. بيج 233، صفحة 233، محافظة الإسكندرية. السؤال الأول، سؤال الاستماع. My grandpa lived in a small village. It was quiet and clean. There weren't a lot of cars in the
bust. There weren't a lot of cars in the bust. There were few people. There were few people. Grandpa buried the box of memories under a tree. Now Grandpa is very old. His village is noisy. There are lots of cars and trucks here. يبقى أول حاجة قرية جدتي كانت هادئة، في القليل من الناس في قرية جدتي. جدتي عجوز جدا الآن، هو دفن صندوق الذكريات تحت شجرة، يبقى اسمع واختار. السؤال التاني اختياري على كلمات المنهج. آدم is very not. He helped me carry the bags. هو ساعدني ان اشيل الشنط، يبقى helpful هو مفيد. My favorite mode is the metro. My favorite transportation. وسيلة النقل المفضلة ليا المترو. I take note in all festivals. يبقى I take part in. Take part in يعني أشارك في كل المهرجانات. My sister أختي went to the note to take the plane to London. راحت فين عشان تركب الطيارة لندن؟ يبقى airport المطار. مدام بلين تبقى airport، طيارة تبقى مطار. مش معقول يعني محطة أو حجرة أو مدرسة. Read and complete the text. اقرأ وأكمل النص. With the words in the box. بالكلمات. Winter شتاء. Color لون أو يلون. Spring ربيع. Salted مملح. Families عائلة. شم النسيم is celebrated. يتم الاحتفال بشم النسيم. By Egyptians عن طريق المصريين. It's a festival هو مهرجان. That celebrates بنحتفل به. The start of spring ببداية الربيع. We eat green onions بناكل بصل أخضر. And not fish and salted fish وسمك مملح. During شم النسيم أثناء شم النسيم. We not boiled eggs we color. بنلون البيض إيه؟ المسلوق. We go to the parks. بنذهب إلى الحدائق. With our families. مع عائلتنا. To have picnics. We play in the park. بنلعب في الحديقة. شم النسيم is a very special day. هو يوم مميز جدا. Page 234. صفحة 234. Read the text. اقرأ النص. And answer the questions. وأجب على الأسئلة. Cell phones. التلفونات. Help us بتساعدنا. With our lives في حياتنا. A cell phone is a kind of telephone هو نوع من التليفونات. It's a very useful device هو جهاز مفيد. For us لينا. They are of different colors لألوان مختلفة. Through the cell phone خلال التليفون. We get and send news بنحصل على ونرسل أخبار. Play games نلعب ألعاب. Share photos نشارك صور. And talk to friends ونكلم الأصدقاء. And families والعائلات. People can communicate through it ممكن الناس تتواصل خلاله. Pupils can do their homework التلاميذ ممكن يعملوا واجبهم. They can do researches يقوموا بالبحث and أو بالأبحاث. And find information ويجدوا معلومات. About different animals عن حيوانات مختلفة. Choose اختار. The text is about النص اللي احنا قريناه عن ايه؟ هتبقى cell phones تليفونات محمولة. The word useful means useful يعني مفيد. معناها ايه؟ good جيد. Answer again. What can we do through the cell phone؟ نقدر نعمل ايه خلال التليفون؟ طبعا لو رجعنا كده هنقول through the cell phone we get and send news نحصل ونرسل على الأخبار. Play games نلعب ألعاب. Share photos شارك الصور. And talk to friends and families الناس ممكن يكلموا الأصدقاء والعائلة. People can communicate through it ممكن الناس تتواصل معاه. Pupils can do their homework كل ده تقدر تعمل ايه بالسلفون ممكن نعمل كل ده بيه. يبقى number 3. Who can use cell phones to do homework مين اللي ممكن يستخدم التلفونات عشان يعملوا الواجب؟ Pupils التلاميذ. السؤال الخامس Read and write the correct answer اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة للكلمات.
How many kites؟ لا how many kites؟ كم عدد الطائرات الورقية؟ Can you see؟ اللي ممكن تشوفها. You not should to wear a helmet on your bike. Should بتيجي بدون to. يبقى should زائد الفعل في المصدر بدون to بدون إضافات. يبقى you should wear a helmet. أشيل to. ينبغي أن ترتدي الخوذة on your bike. We are proud of. نحن فخورين ب. Our beauty country. عايز صفة. تبقى beautiful country. بدولتنا الجميلة. هنا الواي حولناها الاي وحطينا المقطع او السفكس فول عشان حولها من جمال لجميل. Do you want a bottle of milk؟ هل تريد زجاجة لبن؟ السؤال السادس بنكت ويت علامات ترقيم. Egypt is famous for its history. هنا الاي كابيتال. طب ودي جملة عادية يبقى فول ستوب عشان بدأ باسم اللي هو دولة مصر. السؤال السابع اكتب بايوجراف على ذا ريفر نايل نهر النيل. هكتب العنوان في نص السطر. بين علامات تنصيص هسيب مسافة او سطر. قال لي ذا لونجست ريفر اطول نهر. هقول ذا ريفر نايل نهر النيل. إذ بيكون the longest river أطول نهر. In the world في العالم. The home for يعني موطن لي. هقول it is the home for هو موطن لي. Many kinds الكثير من animals الحيوانات. Birds الطيور and fish والسمك. It has two branches لديه فرعين. In Egypt في مصر. يبقى دي فكرة الباراجراف. العنوان اسيب مسافة في الحرف الاول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. بيج 235 صفحة 235. Listen and circle the correct answer. استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. From A B C و D من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. It's unhealthy to spend many hours on computers but some people think computer games are good for solving problems and making friends. We like computer games because you can find a prize at the end. You can find a prize at the end. Prize. Making friends are one of pros of computer games. يبقى دي السؤال التالت قائم على فهم النص الاستماعي مش لازم يجي لي بالنص. يعني هنا بيقول لي مثلا غير صحي ان انت تقضي كثير من الساعات على الكمبيوتر. العاب الكمبيوتر جيده لحل المشكلات. تكوين الصداقات هي واحده من مزايا العاب الكمبيوتر. يبقى بروز مزايا. كونز عيوب لا. كوينز عملات لا. كنز علب الكنز لا. يبقى مزايا. تكوين الصداقات مزايا. بنحب العاب الكمبيوتر عشان بتخلينا نجد ابرايز او نحصل على ابرايز يعني ايه جائزه. السؤال الثاني تشوز اختار. I should keep my password secret. لازم الباسورد يبقى سر. Not are people who write movies and stories. بيكتبوا قصص وافلام. يبقى authors المؤلفون. Farmers should stop not rice straw to have a cleaner air. يبقى لازم الفلاحين يتوقفوا عن burning حرق قش الرز عشان يبقى عندهم هواء انقى. You should not to be friends only with people you know. You should accept. ينبغي ان توافق ان تكون او تكون صداقات مع الناس اللي تعرفها فقط. طبعا السؤال التالت اكمل. My sister ما اختي ما is 7 years old عندها 7 سنين. Her not color her favorite color لونها المفضل.
is pink. وردي. All the نقط in her bedroom are pink. يبقى all the things. كل الأشياء. اللي في حجرة نومها بينك. Her uncle عمها give her a نقط بينك. Watch يبقى a new pink watch. ساعة بينك جديدة. On her birthday في عيد ميلادها she نقط she wore هي لبست. Her watch ساعتها and learned how to say the time وعرفت ازاي تقول الوقت. Page 236 صفحة 236. Read the text اقرأ النص and answer the questions واجب على الأسئلة. شم النسيم is Egypt's oldest festival هو أقدم مهرجان مصري. Many families الكثير من العائلات celebrate this festival بتحتفل بهذا المهرجان. It happens in the spring بيحصل في الربيع. The weather is nice الطقس لطيف. Some people بعض الناس get up early بيصحوا باكرا and go to parks وبيذهبوا للحدائق. Other people ناس آخرين visit بيزوروا their families عائلتهم and enjoy their time ويتمتعوا بوقتهم. People eat salty fish الناس بيأكلوا سمك مملح. Children color eggs الأطفال بيلونوا البيض. They have a good time بيقضوا وقت رائع. شوز اختار. شم النسيم is celebrated يتم الاحتفال به by families عن طريق العائلات. شم النسيم is Egypt's هتبقى oldest festival هو أقدم مهرجان مصري. When does شم النسيم happen يعني امتى بيحصل شم النسيم او امتى يحدث شم النسيم. In spring في الربيع. What do people eat in this festival؟ الناس بيأكلوا إيه في هذا المهرجان؟ طبعا الناس بيأكلوا سمك. يبقى people eat salty fish. السؤال الخامس صحح. Some cities are trying to stop air pollution. هتبقى trying. بعض المدن بتحاول أن توقف تلوث الهواء. كاميليونز كان تشينج الحرابي جمع مفرد حربية ممكن تغير color اللون بتاعها. بحول الصفة الاسم. I went to the beach ذهبت إلى الشاطئ and it was fun وكان مطعم. How do Sammy feel at his first day of school يبقى how did كيف شعر سامي في أول يوم ليه في المدرسة؟ يبقى ماضي. السؤال السادس علامات ترقيم. وكان بكرياتيف أونلاين هنا الدبليو لازم تبقى كابيتال في بداية الجملة ودي جملة بدأ بضمير يبقى فول ستوب. السؤال الأخير اكتب باراجراف من 18 كلمة على our trip to the sea رحلتنا إلى البحر. العنوان في نص السطر. our trip to the sea بين علامات تنصيص. هسيب مسافة في أول سطر ممكن أقول إيه I went أنا ذهبت to the sea إلى البحر with my family مع عائلتي. We went there ذهبنا إلى هناك last weekend عطلة نهاية الأسبوع اللي فات. طب عملنا إيه؟ We swam عمنا in the sea في البحر. طب أنا لي sang a song يبقى we sang a song غنينا أغنية. We were حبي كنا سعداء. ودي الفكرة فكرة البايوغراف. بيج 237 صفحة 237 محافظة بني سويف. السؤال الأول listening استماع. I am doing research
about chameleons. They are very interesting. They can change color. They have amazing eyes. They can see all around. يبقى بيتكلم عن ايه؟ عن الحرابي. جمع مفرد وحربية. السؤال التاني تشوز اختار على كلمات المنهج. داليا نقط everyone in the village on social media. يبقى نادية called او داليا called. داليا كلمت كل واحد في القرية على وسائل التواصل. We go to school هتبقى on foot. بنذهب الى المدرسة سيرا على الاقدام. My favorite transportation وسيلة النقل المفضلة ليا is the plane الطائرة. علي has a lot of juice. علي عنده ايه؟ هتبقى a carton of juice علبة عصير. السؤال الثالث اقرأ واكمل. players لاعبون out في الخارج او خسران. run يجري stops يتوقف chairs كراسي. my favorite party game لعبتي المفضلة is the musical chairs الكراسي الموسيقية. to play it عشان تلعبها you need chairs محتاج كراسي. and music موسيقى. if you have 5 players لو عندك 5 لاعبين you only need 4 chairs بتحتاج بس 4 كراسي. players هتبقى run يجري اللاعبون. around the chairs حول الكراسي. when the music stops لما تتوقف الموسيقى everyone sits down كل واحد بيقعد. the player without a chair is out اللاعب اللي بدون كرسي هو خسران. page 238 صفحة 238 read the text اقرأ النص and answer the questions واجب على الأسئلة. my brother ياسر أخي ياسر likes playing football بيحب يلعب كرة قدم. it's his favorite sport لعبته المفضلة. yesterday امبارح he got up at 9 o'clock صح الساعة 9 to go to the club عشان يروح النادي. but it was too cold outside بس الجو كان بارد جدا بالخارج. ياسر looked at the window of his bedroom بص على شباك من حجرة نومه. he saw a lot of rain رأى الكثير من المطر. the streets were wet الشوارع مبتلة. he was sad كان زعلان. he called his friend أمجد اتصل بصديقه أمجد to tell him عشان يقول له that he couldn't go with him إن هو مش هيقدر يروح معاه. then he put his boots under the bed and slept ثم حط البوتس بتاعه اللي هو الحذاء البوت تحت السرير ونام. شوز اختار يسترداي امبارح ياسر جوت اب ات صح الساعة كام يا ترى؟ طبعا هو قال ياسر جوت اب ات 9 كلوك صح الساعة 9 عشان يروح النادي. ذا ستريتس وير ويت الشوارع كانت مبتلة. وات داز ياسر لايك بلينج هو ياسر بيحب يلعب ايه؟ ياسر بيحب يلعب ايه؟ لو رجعنا كده للقطعة قال ياسر لايكس بلينج فوتبول يبقى هي لايكس بلينج فوتبول. هاو واز ذا ويزر كيف كان الطقس؟ طبعا الطقس كان بارد جدا يبقى ات واز تو كولد. السؤال الخامس صحح. لارج بارتس اوف ذا سيتي اجزاء كبيره من المدينه ده جمع اللي هي الاجزاء او مناطق كبيره هتبقى دونت اللاو كارز لا تسمح مش دازنت دونت مع اي وي وزي او اي اسم جمع. نورا كولز فور ان امبولانس لاست نايت الليله اللي فاتت ده ماضي يبقى كولد اتصلت. اي ام هاف لا اي ام هافينج مضارع مستمر اي ام ويز ار والاي ان جي A birthday party عندي حفلة عيد ميلاد الساعة 3 مساء. How many people are coming are will ing هيجوا to your party لحفلتك. السؤال السادس بنك تويت. I ate a sandwich yesterday هنا الاي كابيتال انا اكلت سندوتش امبارح دي جملة يبقى فول ستوب. السؤال الاخير عن شم النسيم اكتب العنوان في نص السطر شم النسيم بين علامات تنصيص. سبرينج الربيع كولورد اكس يعني بيض ملون ممكن اقول اسيب مسافه هنا شم النسيم از ذا اولدست
فيستيفال هو أقدم مهرجان in Egypt مثلا أو is the oldest festival in the world في العالم. It is in spring. هو فين؟ في الربيع. Children الأطفال go to parks بيذهبوا إلى الحدائق and play ويلعبوا. They eat colored eggs. Page 239 صفحة 239 محافظة المنيا. السؤال الأول listen and circle. استمع وضع دائرة. The correct answer حاول الإجابة الصحيحة from A, B, C, O, D من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. When we cross the road we must be careful. We should look left and right. Children are in danger on the roads too. They shouldn't cross the roads without their parents. They shouldn't play when they cross the streets. We must wear a helmet when we ride a bike. We must wear a seat belt in our cars. We should follow the road signs. We should follow the road signs. السؤال الثاني choose اختار. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C, or D من الأربع اختيارات. Smoke isn't good for our bodies. التدخين ليس جيد لأجسامنا أو الدخان. It's very unhealthy. هو غير صحي. Yesterday بالأمس هنا امبارح. We bought a very delicious cake for my birthday. يبقى we made إحنا عملنا كيكة لذيذة لعيد ميلادي. After lunch بعد الغداء I always have ice cream for dessert. بتناول الايس كريم على ايه؟ التحلية يعني. طبعا ديزرت صحراء طبعا ما تنفعش. ديزرت صحراء. When we visited الكسندرية لما زورنا اسكندرية we stayed in a hotel. قعدنا في فندق هنقول بجوار البحر. يبقى by the sea. By the sea بجوار البحر. السؤال التالت read and complete. اقرأ واكمل the text النص with the words in the box بالكلمات. Most people معظم الناس like living in the city تحب الحياة في المدينة. They think بيعتقدوا it's not than it's better than ان هي افضل منها. Living in the country افضل من الحياة في الريف. But the city has many problems. بس المدينة فيها الكثير من المشاكل. There are many transportations. في الكثير من وسائل النقل. That make اللي بتسبب air pollution. تلوث الهواء. The noise. الدوشة أو الضوضاء. Is very loud. عالية جدا. But the night in the country is quiet. But the life. ولكن الحياة في الريف هادئة. Page 240 صفحة 240 read the text اقرأ النص and answer the questions واجب على الأسئلة. There are many cars يوجد الكثير من السيارات. In cities في المدن. These cars هذه السيارات cause بتسبب air pollution تلوث الهواء. Because they give off different chemicals into the air عشان السيارات بتطلق مجموعة من الكيماويات المختلفة في الهواء. We can't see these chemicals. لا نستطيع أن نرى هذه الكيماويات أو المواد الكيميائية الضارة. But they are very dangerous. ولكنها خطيرة. For our health على صحتنا. Some cities بعض المدن are trying بيحاولوا to stop air pollution يوقفوا تلوث الهواء. In England في انجلترا parents
don't drive their children to school. الآباء مش بيوصلوا ولادهم بالعربيات للمدرسة. هنا drive يعني يوصل بالعربية. The children الأطفال themselves بأنفسهم walk or cycle their bikes to school. بيمشوا أو يركبوا دراجاتهم للمدرسة. In China في الصين they have or use electric buses. عندهم أو بيستخدموا أتوبيسات كهربائية. These buses هذه الأتوبيسات don't make a pollution مش بتسبب تلوث الهواء. Choose اختار. This text is about النص عن ايه؟ هنا اتكلم عن تلوث الهواء يبقى air pollution عموما عن تلوث الهواء. In England في انجلترا children go to school الاطفال بيروحوا الى المدرسة by bikes بالدراجات. How do cars cause or make air pollution؟ ازاي السيارات بتسبب تلوث الهواء؟ هقول نرجع كده. Cars cause air pollution because they give off different chemicals into the air. لأن هما بيطلقوا مجموعة من المواد الكيميائية في الهواء. Number three. How does China try to stop air pollution? إزاي الصين بتحاول توقف تلوث الهواء؟ لو رجعنا كده. In China they have or use electric buses. بيستخدموا أتوبيسات كهربائية. These buses that don't make air pollution. الأتوبيسات دي مش بتسبب تلوث الهواء. يبقى number four. بيستخدموا أتوبيسات كهربائية فين؟ في الصين. السؤال الخامس صحح. My father caught fish. أبي اصطاد سمك. هنا caught بمعنى اصطاد. And we happy. طبعا be في الماضي was aware. هنا عشان ماضي مع we تبقى aware. We were happy. كنا سعداء. شم النسيم. كان my favorite festival. عايز اقول يكون مهرجان المفضل. Is كان ما ينفعش. Is my favorite festival هو مهرجاني المفضل. People must wait for the cars to stop to be warmer. يجب على الناس أن ينتظروا السيارات أن تتوقف. There are you got some mouse in the hole. عايز جمع ماوس. ماوس بمعنى فار جمعها مايس فئران. يبقى some mice you got بعض الفئران in the hole. السؤال السادس علامة التلقين. بنك تويت. You shouldn't talk to people you don't know. لا ينبغي أن تتكلم مع الناس أنت ما بتعرفهمش. هنا الواي لازم تبقى كابيتال. ودي جملة عادية حط فول ستوب. السؤال السابع. اكتب باراجراف من 18 كلمة على يور بيرثداي بارتي حفلة عيد ميلادك. يور تحول لماي. ماي بيرثداي بارتي. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. هسيب مسافة أول سطر. هقول مثلا my birthday party حفلة عيد ميلادي was yesterday كانت امبارح. I أنا نبدأ السطر التاني من أول سطر. I invited أنا عزمت a lot of friends الكثير من الأصدقاء. They gave me عطوني presents هدايا. We had تناولنا food and drinks أطعمة ومشروبات. We were very happy كنا سعداء جدا. العنوان في نص سطر. أسيب مسافة أول سطر. حرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. بيج 241 صفحة 241 وامتحان محافظة سوهاج.
السؤال الأول listening استماع. I was nervous on my first day of school. I wanted to stay at home and play with my toys. I put on a green t-shirt, gray pants. My shoes were black. I went to school on my mother's car. السؤال الأول استمع بسمع واختار. السؤال الثاني اختياري من كلمات المنهج أو على كلمات المنهج. Choose اختار the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. We not a train at 8 o'clock. We caught ركبنا القطر الساعة 8. My grandpa جدي had a big smile عنده ابتسامة كبيرة on his face على وجهه. Cars make air pollution تسبب السيارات تلوث في الهواء. They put chemicals بيحطوا المواد الكيميائية into the air. I go to school by bus بروح المدرسة بالأوتوبيس by bus بالأوتوبيس. السؤال التالت أكمل القطعة. We went to see grandpa ذهبنا لكي نرى جدتنا and grandpa وجدنا. They live by the sea بيعيشوا بجوار البحر. We not in the sea. We swam. عمنا في البحر. Which was deep. اللي كان عميق and blue أزرق. We saw رأينا lots of fish. الكثير من السمك. And an octopus. وإخطبوط. Two island. We not happy. We felt happy. شعرنا إن إحنا سعداء. Grandpa not fish. يبقى كوت اصطاد fish. We saw some old photos رأينا بعض الصور القديمة and sang a song وغنينا أغنية sang a song. Page 242 صفحة 242 read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. قطع عليها أسئلة. عيد الفطر is a Muslim festival ومهرجان إسلامي. The month الشهر before عيد is called رمضان. الشهر اللي قبل عيد اسمه رمضان. Many Muslims كثير من المسلمين. Fast بيصوموا during the day أثناء النهار. This means ده معناه they don't eat or drink هم لا بيأكلوا ولا بيشربوا until sunset لغاية غروب الشمس. عيد happens بيحصل العيد in the first day في أول يوم of the 10th Islamic month في الشهر الإسلامي العاشر. Called شوال اسمه إيه؟ شوال. The month starts يبدأ الشهر when people see the new moon لما الناس بيشوفوا الأقمار الجديد. Choose اختار. The word starts كلمة يبدأ in the is the same as بتساوي begins الاثنين بمعنى يبدأ. Many Muslims كثير من المسلمين fast بيصوموا during the day أثناء النهار. Answer أجب. When is عيد الفطر امتى عيد الفطر. هقول عيد الفطر نرجع كده للقطعة. عيد happens in the first day of the 10th Islamic month called شوال. يبقى هنا عيد الفطر بيحصل في اول يوم من الشهر الاسلامي العاشر اللي اسمه ايه شوال. عايز تكمل. The month starts when people see the new moon مفيش مشكلة. Number 3 What do many Muslims do during the day of Ramadan? ماذا الكثير من المسلمين بيفعلوا أثناء النهار في رمضان؟ هقول they fast بيصوموا during the day أثناء النهار. السؤال الخامس صح. There not lots of visitors in our city. في الكثير من الزوار. دي جمع. يبقى R مش is. R للجمع و is للمفرد. Let's بيجوا لها المصدر. يبقى let's sit. داون يلا نجلس. Sit دي الماضي. Let's بيجوا لها المصدر. You should بيجوا لها المصدر. يعني الفعل بدون إضافات. You should look left and right on the roads. لازم تبص شمال ويمين على الطرق. عمر goes to his work. عمر يذهب إلى عمله
باي موتور بايك، بالدراجة باي موتور بايك. بانكت ويت على الماء التركي نوا ايت ا سلايس اوف بيتزا، هنا الان كابيتال ودي جملة تبقى فول ستوب. السؤال الاخير اكتب باراجراف من 18 كلمة على يور فيفوريت فيستيفال، مهرجانك المفضل. يور تحول لماي، ماي فيفوريت فيستيفال مهرجاني المفضل. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. حاسب مسافة، هنا كايتس طائرات ورقية، ذا سكاي السماء، هنا محدد مهرجان اللي هو الطائرات الورقية. لو مش محدد كنت كتبت أي حاجة. ماي فيفوريت فيستيفال مهرجاني المفضل از ذا كايت فيستيفال. مهرجان الطائرة الورقية it is beautiful، هو جميل. these happen، ده مثلا بيحصل. all over the world، في جميع أنحاء العالم. I traveled مثلا، أنا سافرت to India إلى الهند. and enjoyed a lot، تمتعت كثيرا. ممكن أقول the sky السماء was full of، كانت مليئة بي. animals طائرات على شكل حيوانات، fish وسمك، and monsters وأشكال وحوش، وهكذا. دي الفكرة، مش هنطول قوي عشان دول عايزين 18 كلمة ودول أكتر طبعا. page 243 صفحة 243 محافظة هنا. السؤال الأول لازم استمع نسمع ونختار. أحمد went to the zoo with his family. They went by car. They saw many animals. They were very pleased. They had a nice time there. السؤال الثاني choose اختار. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. From A, B, C or D، اختيارات على كلمات المنهج. You must wait، يجب أن تنتظر. For the green lights، الإشارات الخضراء. Before you cross the street، قبل ما تعدي الشارع. كحك are delicious cookies. We can have energy saving light bulbs، ممكن يكون عندنا لمبات موفرة للطاقة. In our apartments، في شققنا. I go to school، أنا بذهب إلى المدرسة. سيرا على الأقدام، تبقى on foot. It's near my house، جنب بيتي. السؤال الثالث read and complete، اقرأ وأكمل. The text، النص. With the words in the books، بالكلمات. Children، الأطفال. Can spend many hours، ممكن يدو الكثير من الساعات. On their computers and tablets، على الكمبيوترز والتابلتس. They not play too much، يبقى they shouldn't، لا ينبغي أن يلعبوا كثيرا. Too much computer games، this is bad for them، ده سيء ليهم. They look at the screen، بيبصوا للشاشة. And they can't do، مش بيقدروا يعملوا أو يحلوا. Their homework، واجبهم. Or go outside، أو يخرجوا. To play sports، عشان يلعبوا ألعاب رياضية. Page 244 صفحة 244 قطع عليها أسئلة. Read the text، اقرأ النص. And answer the questions، وأجب على الأسئلة. My name is حسن، اسمي حسن. I remember، أنا بتذكر. My first day at school، أول يوم ليا في المدرسة. I was 6 years old، أنا عندي 6 سنوات. I lived in أسوان، عشت في أسوان.
I was nervous because I liked staying at home. كنت متوتر عشان أنا كنت عايز أقعد في البيت with my family مع عائلتي. I wanted to play with my toys. كنت عايز ألعب مع ألعابي. I went to school with my father. ذهبت إلى المدرسة مع أبي. My father is a teacher. أبي مدرس. In this school في هذه المدرسة. He teaches math. بيدرس رياضيات. When I went with him to school. لما رحت معاه للمدرسة. He told me أخبرني to be calm. أن أكون هادئة. The school was very nice. المدرسة جميلة جدا. I was very happy. كنت سعيد جدا. Choose اختار. حسن was not at the first day at school. Nervous. حسن كان متوتر في أول يوم ليه في المدرسة. حسن's father. أبو حسن is a teacher. كان مدرس. How old was حسن؟ كم كان عمره؟ أقول he was 6 years old. 6 سنوات. Where did حسن live? أين كان يعيش حسن؟ هقول he lived in أسوان. السؤال الخامس علامات ترقيم. We must to stop air pollution. يبقى we must بس. يجب أن نوقف تلوث الهواء. يبقى شيلته must بس. You can having many plants. You can have. ممكن يكون لديك الكثير من النباتات. On your balcony. Can be your master. Why be Yusuf excited yesterday. ليه امبارح كان يوسف متحمس؟ هنا يستدي امبارح مع امبارح بي ده اللي هو فيرب تو بيجي ووز او وير. طب مع يوسف تبقى ووز عشان مفرد. هاو اباوت. هاو اباوت من اساليب الاقتراح. بيجي ورا الفعل في اي ان جي. يبقى هاو اباوت بلينج. ما رايك في لعب تنس؟ السؤال السادس بانك تويت علامات ترقيم. وي هاد اسبيشال دي يستدي. كان عندنا يوم مميز امبارح. هنا الدبليو كابيتال في النهايه فول ستوب. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة على your favorite transportation. وسيلة النقل المفضلة لك. your تحول لماي. my favorite transportation. هنا بقولي what's your favorite transportation. ايه وسيلة النقل المفضلة لك؟ هسيب مسافة. my favorite transportation. is the bike مثلا الدراجة. why do you like it؟ هقول I like riding. بحب الركوب. my bike because it is healthy. لأنها صحية. I can do exercise. بعمل تمارين. I enjoy a lot. بتمتع كثيرا. ودي فكرة الباراجراف. بيج 245 صفحة 245 محافظة البحر الأحمر. السؤال الأول استماع. social media is very important now. social media has some pros. you can have fun. you can have fun. you can find information for your homework. people can buy and sell things easily. You can talk to your friends and family. السؤال الثاني تشوز اختار. على كلمات المنهج. You should not your personal information secret. يبقى you should keep. ينبغي تحافظ على معلوماتك الشخصية سر. He goes to school. يذهب إلى المدرسة. On foot. سيرا على الأقدام. I drank. أنا شربت. 3 bottles. 3 أزايز of water من المية. When we not polluted air we feel sick. When we breathe لما بنتنفس الهواء الملوث نشعر ان احنا مرضى. السؤال الثالث
اكمل القطعة بالكلمات. My friend ياسر، صديقي ياسر، started a new school، بدأ مدرسة جديدة. He had a not with online bullying، عنده a problem، أكيد مشكلة في التنمر على الإنترنت. There was a boy، كان في ولد، in his class، في فصله، called عمر، اسمه إيه؟ عمر. He sent messages، أرسل رسائل. To ياسر، ياسر shouted them to his teacher، ياسر ولاها لمدرسه. The teacher spoke to، يعني اتكلم مع عمرو بيرنس، والدي عمرو. عمرو was very not، هتبقى سوري، كان آسف جدا. And he never bullied anyone after that، ومش هيتنمر على أي أحد بعد الآن. Page 246، صفحة 246. Read the text، اقرأ النص. And answer the questions، وأجب على الأسئلة. Last weekend، عطلة نهاية الأسبوع اللي فاتت، we visited my grandparents، زورنا جدي وجدتي. In a small village، في قرية صغيرة. Near Luxor، بالقرب من الأقصر. It was a very quiet place، كانت مكان هادئ جدا. There were a lot of plants، كان في الكثير من النباتات. And green areas، والمناطق الخضراء. We went to celebrate عيد الفطر، ذهبنا لكي نحتفل بعيد الفطر. My grandparents، جدي وجدتي، were happy، كانوا سعداء. To see us، ان هم يشوفونا. We ate، اكلنا a lot of كحك، الكثير من الكحك. And drunk، وشربنا orange juice، عصير برتقال. We played with our friends، لعبنا مع اصدقائنا. It was a nice weekend، كانت عطلة نهاية الأسبوع رائعة. Choose، اختار. My grandparents were not to see us، هتبقى were happy، كانوا سعداء إن هم إيه يشوفونا. We went to celebrate، روحنا نحتفل بإيه؟ بعيد الفطر. Where was the village، أين كانت القرية؟ هقول near Luxor، it was near Luxor، اتعاد على القرية. It was near Luxor. What did they drink؟ هم شربوا ايه؟ هقول they drank، هم شربوا orange juice، عصير برتقال. سؤال خامس، صحح. We can describe our food as wonderful، ممكن نصف طعامنا ان هو رائع. الصفة، look it's snowing now، انها تمطر الان. يبقى is ing، children shouldn't to، shouldn't ما يجيش وراها to، اقول should بس، اقول shouldn't بس. children shouldn't stay on computers for long hours، لا ينبغي على الاطفال ان يقعدوا على الكمبيوترز لمدة طويلة. Which festival، أنه مهرجان، is the strangest، الأغرب، مقارنة بين واحد ومجموعة. قبل الصفة زي، وبعد الصفة EST، مقارنة بين المهرجان وباقي المهرجانات. السؤال السادس، بنكتويت علامات تلقيم. أحمد ليفز إن سيتي، هنا الـ A كابيتال، ودي جملة بادئة باسم يبقى فول ستوب. أسماء الأشخاص كابيتال وكمان بداية الجملة. السؤال السابع والأخير، اكتب باراجراف من 18 كلمة على رمضان. هكتب العنوان في نص السطر. رمضان is مثلا بيكون the month، الشهر، before عيد الفطر. هنا جيب لي فاست، يصوم، سانست، غروب الشمس. مسلمز، المسلمين. فاست، ديورينج ذا داي، بيصوم اثناء النهار. افتر سانست، بعد غروب الشمس. They eat
or drink بياكلوا أو يشربوا. They do better things بيعملوا أشياء أفضل in it في هذا الشهر. Page 247 صفحة 247 محافظة الوادي الجديد. السؤال الأول listen and circle استمع وضع دائرة. The correct answer حول الإجابة الصحيحة from A, B, C أو D من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. Yesterday it was my mother's birthday. My sister made nice cakes. There was a lot of food. My father bought chocolate. There were 5 packets of cookies. السؤال الثاني بيجي لي اختياري على كلمات المنهج. لازم اكون مراجع كلمات المنهج كويس. Choose the correct answer. اختاري الإجابة الصحيحة from A, B, C أو D من الأربع اختيارات. You should not wear a helmet when you ride your bike. You should wear a helmet. يعني ينبغي أن ترتدي خوذة لما تركب الدراجة. When I travel by نقط I am on the water. لما سافر by هتبقى by boat بالقارب. ما دام على سطح الماء يبقى بالقارب. I hurt my leg. It's very painful. أنا جرحت ساقي فهو مؤلم. He is very kind. هو طيب. And not. We all love him. كلنا بنحبه يبقى friendly وودود. السؤال التالت. أكمل القطعة. Roads يعني طرق. Tall طويل. Visitors زوار. Lot بتيجي معاه a lot كثيرا. كويت هادئ. My grandpa جدي lives in a village بيعيش في قرية. Grandpa's village was very quiet. قرية جدي هادئة. And clean ونظيفة. Now الآن there are a lot of نقط. يوجد الكثير من visitors الزوار. There are a lot of trucks في الكثير من عربيات الشاحنات. And cars والسيارات on the roads على الطرق. On the roads على الطرق. Page 248 صفحة 248. Read the text. اقرأ النص أو القطعة and answer the questions وأجب على الأسئلة. The Nile نهر النيل is the longest river in the world هو أطول نهر في العالم. The Nile has two branches لي فرعين. There are many people يوجد الكثير من الناس. Living near the Nile بيعيشوا بالقرب من نهر النيل. The Nile is 6,670 kilometers long. طوله 6,670 كيلومتر. That's like وهذا مثل. Traveling to the center of the earth السفر لمركز الأرض. The Nile is home for النيل موطن لي different kinds أنواع مختلفة of birds من الطيور and turtles والسلاحف. One of the planet's largest reptiles واحد من أكبر الزواحف على سطح الكوكب. The Nile crocodile تمساح النيل lives in it بيعيش فيه. Choose اختار. The Nile is the longest river in the world the longest هو أطول نهر في العالم. There are many people نقط near the Nile يوجد الكثير من الناس. Living بتعيش بالقرب من النهر. Summarize the text in one sentence لخص النص في جملة واحدة. هقول The Nile is very important النيل مهم جدا. جملة بتعبر عن الموضوع. How many branches كم عدد الفروع does the Nile have النيل عندها. قول 2 يبقى ايه تعايد عن النيل. It has 2 branches فرعين. السؤال الخامس صحح. My favorite transportation وسيلة النقل المفضلة عايز تكون الطيارة. بي في المضارع am او is او are. طب مع المفرد تبقى is. Last year السنة اللي فاتت دي ماضي هتبقى I visited انا زرت. My grandpa's village قرية جدي. What is the long river what is the longest river مقارنة بين واحد ومجموعة. بحط قبل الصفة زي بعد الصفة est
ما أطول نهر in the world في العالم. I want a knot of juice. أبيس قطعة، لا طبعا كارتون اوف جوس، عايز علبة عصير. السؤال الثالث بنكتويت علامات تلقين. Why does عادل look nervous؟ هنا الدبليو كابيتال. Why؟ لماذا عادل؟ هنا عادل الايه كابيتال، اسماء الاشخاص، اول حرف كابيتال اسماء الاشخاص كابيتال. طب ده سؤال، يبقى question mark علامة استفهام، غالبا بيجي لي نقطتين بس. هنا جاب لي ثلاثة، اول حرف اسماء الاشخاص الحرف الاول كابيتال، في نهاية السؤال علامة استفهام. السؤال السابع، اكتب باراجراف عن ذا بيتش الشاطئ، العنوان في نص السطر، هسيب مسافة اول سطر. When did you go to the beach؟ متى ذهبت الى الشاطئ؟ اقول I went to the beach، ذهبت الى الشاطئ last week، الاسبوع اللي فات. I went there، ذهبت الى هناك with my family، مع عائلتي. What did you do there؟ عملت ايه هناك؟ ممكن اقول قبل ما اقول عملت ايه، روحنا ازاي. I and my family، انا وعيلتي، went there، ذهبنا الى هناك by bus، بالاتوبيس. وسوام and بليد، عمنا ولعبنا فوتبول، كرة قدم. We were happy، كنا سعداء. موضوع سهل وبسيط، بنحطه في زمن الماضي البسيط، عشان هنا في ديد يبقى احطه في زمن الماضي البسيط. بيج 249، صفحة 249، امتحان الازهر من محافظة الجيزة. طبعا في اختلاف بسيط في شكل الامتحان بين طلابنا طلاب الازهر وبين طلابنا طلاب التعليم العام، لكن بسيط. Listen and choose، استمع واختار the correct answer، الإجابة. I was nervous on my first day at school. I put on my blue t-shirt and gray pants. My dad drove me to school. ده السؤال الأول، استمع. السؤال الثاني، أكمل المحادثة. Read يعني اقرأ، and complete وأكمل the dialogue، المحادثة. مام وداليا، what not you doing داليا؟ تعمل ايه يا داليا؟ تبقى what are you doing؟ I am doing my homework، بعمل واجبي. What is it about؟ هو عن ايه يا ترى؟ It is about chameleons، عن الحرابي. السؤال التالت، قطع عليها اسئلة. Read the passage يعني اقرأ القطعة أو النص and answer the questions. The Nile، نهر النيل، is the longest river، هو أطول نهر in the world في العالم. The Nile has two branches، ليه فرعين. There are many people، يوجد الكثير من الناس. Living near the Nile، بيعيشوا بالقرب من نهر النيل. The Nile is home for، النيل موطن لي، different kinds، أنواع مختلفة of fish، من السمك. Birds، الطيور. And the turtles، والسلاحف. One of the planet's largest reptiles، واحد من أكبر الزواحف على متن الكوكب. The Nile crocodile، تمساح النيل. Lives in it، بيعيش فيه. Answer أجب. What's the planet's largest reptile؟ ما هي أكبر زواحف على سطح الكوكب؟ أقول The Nile crocodile. Where are many people living؟ أين يعيش الكثير من الناس؟ هقول near the Nile. Near the Nile، بالقرب من نهر النيل. Page 250، صفحة 250. Choose، اختار على القطعة. The Nile is the longest river، النيل أطول نهر in the world. The Nile has no other branches، تبقى two branches، ليه فرعين. The crocodile، التمساح، is a reptile، هو نوع من أنواع الزواحف. choose، اختار. who comes to school، مين بيجي المدرسة. نقط car، تبقى by car، بالسيارة. by زائد وسائل المواصلات بدون أداة. what are you celebrating، مضارع مستمر، are والing، بماذا تحتفله. آدم is very نقط، he helped me carry the bag، يبقى helpful،
هو helpful ساعدني ان انا اشيل الشنطة. I drank انا شربت a lot of water yesterday a bottle of water ازازة مية امبارح. نقط زي have a picnic last week did زي have مادام في last week تبقى did ماضي. السؤال الخامس رتب. You can have fun تستطيع ان تستمتع. You can have fun. What games did you play ايه الالعاب اللي انت لعبتها. What games did you play. Why is social media useful ليه وسائل التواصل مفيدة. Why is social media useful. The road has lots of trucks الطريق فيه الكثير من العربيات الشاحنات. The road has lots of trucks. How was grandpa's village. How was grandpa's village كيف كانت قرية الجد. How was grandpa's village page 251 صفحة 251 امتحان الأزهر محافظة البحر الأحمر. Listen استمع. Egypt is famous for its history. We can describe Egyptian food as wonderful. The people in Egypt are friendly to visitors. السؤال الثاني أكمل المحادثة. علي وأحمد do you know it? Your first day at school do you remember يعني هل تتذكر أول يوم ليك في المدرسة. Yes I do. I was هنا remember I was 6 years old كان عندي 6 سنوات. How did you feel كيف شعرت. I was very nervous كنت متوتر جدا. السؤال التالت قطع عليها أسئلة. Yesterday امبارح we had a very special party كان عندنا حفلة مميزة جدا. It was my grandma's birthday كان عيد ميلاد جدتي. She is 60 years old كان عندها 60 سنة. All my family كل عيلتي came to celebrate جت تحتفل. We had a huge picnic كان عندنا نزهة كبيرة in my aunt's garden في حديقة عمتي. We played games with my cousins لعبنا ألعاب مع أولاد عمي. It was a very special day كان يوم مميز. Because our grandma لأن جدتي was very happy كانت سعيدة جدا. She liked seeing the whole family حبت تشوف العيلة كلها. How old is the grandma كم عمر الجدة. She is 60 years old عندها 60 سنة. Where did you have the picnic كانت فين البيكنيك. In their aunt's garden في حديقة عمته. In their aunt's garden page 252 صفحة 252 choose اختار. We played games لعبنا ألعاب with our cousins مع أولاد عمامنا. My grandma not seeing the whole family يبقى جدتي liked حبت تشوف العيلة كلها. My grandma was very happy كانت سعيدة. choose اختار. We drank شربنا a bottle of إزازة من إيه أكيد water المية. العيش ما تنفعش والجبنة ما تنفعش. I am not my homework about Egyptian food I am doing بعمل واجبي عن الطعام المصري. You not have a strong password You should ينبغي أن يكون عندك رقم سر قوي. Players run not the chairs in musical chairs يبقى run around بيجري اللاعبون حول الكراسي في لعبة الكراسي الموسيقية. نقط is a thin sweet semolina cake with syrup مادام قال لي دي سميد أو كيك سميد يبقى البسبوسة طبعا. السؤال الخامس رتب. We need to drink water
محتاجين نشرب ميه. Cities have many cars. المدن فيها الكثير من السيارات. When is the party? متى الحفلة؟ Do you like festivals? هل تحب المهرجانات؟ كحك are delicious cookies. كحك are delicious cookies. Beige 253 صفحة 253 وامتحان لطلابنا طلاب الدمج. السؤال الأول أكمل. Cars make air pollution. السيارات بتسبب تلوث الهواء. زي نقط chemicals into the air. زيبوت بيحطوا المواد الكيميائية في الهواء. Air pollution تلوث الهواء is very dangerous. هو خطير جدا. For us when we breathe لما بنتنفس الهواء الملوث polluted air we cough بنكح and feel sick ونشعر بالمرض. السؤال الثاني وصل. You need a green light محتاج ضوء اخضر to cross the road عشان تعدي الشارع. Fool مدمس is cooked slowly يتم طبخه ببطء. I ate انا اكلت a slice of شريحة من الشوكليت كيك. عيد is a time العيد وقت of celebration للاحتفال. السؤال التالت قطع عليه أسئلة. Read the text اقرأ النص and answer the questions واجب على الأسئلة. My name is عادل اسمي عادل. I live in a village أنا بعيش في قرية. In جيزة في الجيزة. My village is quiet قريتي هادئة. And I can breathe clean air وبقدر أتنفس هواء نقي. There are lots of green lands يوجد الكثير من الأراضي الخضراء. Last week الأسبوع اللي فات I went to my uncle's city رحت لمدينة عمي. I didn't like living there محبتش أعيش هناك. The city is noisy المدينة ضوضاء. And there are lots of cars في الكثير من السيارات. And trucks والشاحنات. There is smoke في دخان around the city حول المدينة. عادل lives in a بيعيش عادل فين؟ هتبقى in a village في قرية. عادل can breathe not air in his village عادل بيتنفس هواء ايه في قريته؟ هتبقى clean هواء نظيف او هواء نقي. Page 254 صفحة 254. The city is المدينة تكون noisy ضوضاء. There is not around the city there is smoke في دخان حول المدينة. هنا جايب لي choose the correct answer choose the correct form of the following sentences. جايب لي جملة متلخبطة وجايب لي أفضل ترتيب ليها. ice cream they for dessert had أول they had ice cream for dessert دي الوحيدة اللي تنفع. هما تناولوا الايس كريم للتحلية. pollution make cars air يبقى cars make air pollution. Cars make air pollution تسبب السيارات تلوث الهواء. السؤال الأخير paragraph متلخبط جمل متلخبطة وأنا برتبها. يبقى I ate أنا أكلت a bucket of cookies باكو cookies and drunk وشربت a carton of juice علبة عصير. Did you have fun at the party هل تمتعت في الحفلة. I think you ate too much No, I felt sick. يبقى نبدأ. Did you have fun? هل تمتعتي بالحفلة؟ قالت لها No, I felt sick. لا أنا شعرت إن أنا مريضة. فقالت لها بعد ما قالت لها أنا شعرت أنا إيه مريضة. ثم ممكن نقول I ate أنا أكلت باكو كوكيز وشربت علبة عصير. قالت لها I think أعتقد You ate too much food. إن أنت كده أكلتي طعام كثير. كده يبقى خلصنا 20 امتحان على منهج كونكت فور منهج الصف الرابع الابتدائي من كتاب بيت باي بيت. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة
ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.